النهاردة مع شيف المطاعم الشيف وليد سند، هنعمل لكم كاسات كنافة بالجيلي والفراولة. أول حاجة عندنا عشان نحضر الجيلي كوباية مية، بنسيبها لحد ما تغلي. وعندنا دلوقتي كوباية المية غليت، هنحط كيس باكو الجيلي هنا، لازم تكون المية مغلية. بعدها نحط الجيلي لحد ما يدوب معانا، لازم يدوب على الاخر، داب معانا بالشكل ده. ندفع الجيلي نفس الكوباية مية ساعة بتلك، نقوم منزلينها بالشكل ده. كده الجيلي خلص معانا، هنعبيه بقى ايه في الكاسات، وهوريكم ازاي نعبيه في الكاسات. وده شكل الجيلي بعد ما برد معانا، لازم نخلي الجيلي يبرد وبعد كده ايه نصبه في الكوبايات. الكوبايات اللي عندنا كوبايات وان واي بالشكل ده كده، وفي كوبايات مدورة وان واي برضو، يعني ايه بتستعمل مرة واحدة، ولو مفيش ممكن نستعمل الكوبايات دي او الكوبايات دي، يعني اي كوبايات متوفرة عندنا. هنبتدي الاول بقى ايه نصب كمية بسيطة في كل جلاس بالشكل ده كده. وعندنا فراولة متقطعة، نحطها ايه بالشكل ده هنا. في كل جلاس كده نحط ايه شوية فراولة مقطعة، هنسيبها تبرد معانا، وبعد ما الجيلي يربط هوريكم ايه شكلها عامل ازاي وهنشتغل ازاي. خليكم معانا. هنعمل صوص الفراولة، عندنا ربع كيلو فراولة متقطعة بالشكل ده كده. ده احسن صوص فراولة ايه ممكن تعملوه، فريش وطازة وبيبقى طعمه خطير. عندنا ربع كيلو فراولة متقطعة بالشكل ده، وعليهم معلقتين سكر، ونقل. اهو بصوا شكله عامل ازاي، هنسيبه لحد ما يبقى صوص خالص ويأثر على النار، وبعد كده نديله الليمونة وهوريكم شكله عامل ازاي. دلوقتي بعد ربع ساعة كده ايه أثرت على النار، هنبتدي بقى نحط نص ليمونة عشان ايه تحفظها معانا. ونسيبها تاني على النار تقص الشكل عامل ازاي. وبكده ايه الصوص ايه خلص معانا، ده صوص الفراولة. هنسيبه بقى يبرد ونرجع ايه نكمل. هنبتدي دلوقتي، طبعا لو عندنا فورمة وفورمة تلج زي دي كده، عندنا الفراولة ممكن نحطها بالشكل ده هنا، او عندنا طبعا ايه شوية الجيلي الباقيين هنحطهم كده. عصيان الشيش نحطها ايه بالشكل ده كده، هنحطها في التلاجة تجمد، الجيلي يجمد، ونرجع نكمل معاكم. دلوقتي معلقة سمنة، هنعمل الكنافة دلوقتي. معلقة سمنة، هنحط الكنافة، طبعا دي كمية ايه بسيطة من الكنافة، يعني يدوبك ايه ربع كيلو كده او 200 جرام. نقطعها كده تكون متقطعة، ونبتدي ايه نحمر. لازم النار اللي تكون مستخدمة متوسطة كده، على حد ما تشرب ايه الكنافة، تشرب السمنة كلها اللي احنا حطيناها. السمنة المستخدمة سمنة بلدي، سيبها لحد ما تحمر ايه خالص معانا، او ممكن اي كنافة احنا عملناها قبل كده ومتبقي منها شوية ممكن نستخدمهم عادي، لو مفيش نعملها ايه بنفس الطريقة دي. دلوقتي الكنافة اتحمرت معانا اهي بالشكل ده لحد ما يبقى لونها ذهبي وايه
وتبقى كريسبي كده ومقرمشة. هنسيبها بقى تبرد خالص، اهم حاجة كل المكونات تكون باردة. دلوقتي عشان نعمل الكريم شانتيه، معلقتين كريم شانتيه كبار بالشكل ده، بعدين كيس فانيليا، وعندنا نص كوباية لبن، على المعلقتين الكبار نص كوباية حليب بالشكل ده. طبعا احنا ديت مش هنديها، مش هندي المزيج دوت سكر، ممكن لو انتوا عايزين تعسلوه اوي سكر بودرة. كريم شانتيه بطبعه بيبقى ايه، معسل. هنبتدي نضرب دلوقتي بقى، هنفضل نضرب لحد ما يربط معانا. طبعا بدأت تربط معانا اهوت، بس اهم حاجة يكون الحليب يكون بارد، يكون بارد قوي عشان يربط معانا بسرعة. وده شكل الكريم شانتيه بعد ما خلص. هنبتدي بقى ايه، نحمره بصوص الفراولة اللي احنا عملناه. هناخد معلقة بس كده صوص الفراولة، ولازم تكون باردة، لازم صوص الفراولة يكون بارد. وبكده ايه، يكون خلص معانا بالشكل ده. ده كريم شانتيه بصوص الفراولة، بقى نعبيه في القرطاس ونرجع ايه نكمل معاكم. وده شكل الجيلي بعد ما جمد في التلاجة، اهو في الجلاسات اهوت مع الفراولة، جمد خالص معانا. لازم كل المكونات كلها باردة، الكنافة تكون باردة، والشربات يكون بارد، والصوص بارد، وطبعا ايه كريم شانتيه بارد. لازم كل حاجة باردة عشان ايه الحاجات ما تفكش. اول حاجة عندنا كريم شانتيه مع صوص الفراولة، بنحط ايه كمية. بعد كده عندنا فراولة مقطعة، طبعا الجلاسات دي لكل عشاق الفراولة، الناس اللي بتحب الفراولة، عبارة عن فراولة. هشوف شكلها عامل ازاي. صوص فراولة، وعندنا الكنافة بتاعتنا، الكنافة معانا ايه بالشكل ده كده. لسه شوية شربات على الكنافة، طبعا الشربات ما يتحطش على الكنافة لما الكنافة تبرد خالص، نسقسلها ايه بالشربات. نص شربات على الكنافة بالشكل ده. عندنا تاني فراولة، طبعا برضو الجلاسات ديت ممكن تعملوها بأي حاجة بتحبوها، ممكن بالمانجا، تاخد جيلي جيلي مانجا مع مع مانجا مع صوص المانجا، والكريم شانتيه يبقى في قلبه صوص المانجا برضو، ممكن تشكله زي ما انتوا عايزين. طبعا في حلقة تانية هنعمل لكم بالشوكولاتة نفس الجلاسات دي، بس ايه مع الشوكولاتة. عندنا تاني كريم شانتيه، بصوا الصوص عامل ازاي، الله. وده طبعا الجيلي بالفراولة اللي احنا عملناه وسبناه في التلاجة بقى بالشكل ده معانا. هنبتدي نشيله، اه بصوا الشكل عامل ازاي، ده نزوق بيه الشكل ده كده.
ادي واحدة، ادي التاني، طبعا الحاجات دي تتقدم في العزومات او في رمضان. طبعا احنا داخلين على رمضان، كل سنة وانتم طيبين. لو قدمتها في عزومات او في حفلات او اي حاجة، شكلها خطير. بصوا الشكل عامل ازاي. شكل روعة. ودلوقتي ايه، بالشكل ده يكون خلصت معانا. دي كنافة بالجيلي والفراولة مع شيف المطاعم الشيف وليد سند. ولو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك بالقناة، قناة المطاعم الشيف وليد سند.